بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صحيح ابن ماجه، رقم 3119.